بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الفقيدة الراحلة نجلة الحاج صدقي المغربي التي فاضت روحها إلى باريها في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم آلها الصبر والسلوات، مشاركة إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وإلى الوالد الكريم الحاج صدقي المغربي، أستاذ هاني المغربي والحاج حسين المغربي والحاج حسن المغربي، وعموم جميع عائلات المغربي جميعا بكل من فيهم. تقدمون بأثنى آيات الشكر والتقدير إلى كل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم لنعيش ونتعايش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، فاكهة قراء مصر والعالمين العربي والإسلامي والوافد إلينا من دمنهور بحيرة. أدعو فضيلته للارتقاء إلى منصة التلاوة، وأسأل الله العلي القدير له بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا
هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يكون كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة بسم الله الرحمن الرحيم قل أنذر الشياطين في الأرض حيرات
وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تحشرون وهو الذي
السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإذ قال وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قوله الحق قوله الحق
لأكونن من القوم الضالين.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم إن كنتم تعلمون
يسترك يا رب. نرفع درجات من نشاء.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود
إسماعيل وليس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب يهدي من يشاء
الله